وانا معاكم، وانا مرحبا بكم عشاق الكره المصريه والعربيه والعالميه ومحب قناه الكره مع الحريف. جئت لك اليوم وفي هذه الحلقه سنغوص في عالم واخبار الكره المصريه ونسلط الضوء عما يحدث من اخبار ايجابيه وسلبيه، من اخبار هامه عما يحدث في الكره المصريه وبالاخص عما يحدث داخل جدران نادي الاسماعيلي من احصائيات واخبار وتفاصيل. الان سنتحدث في هذه الحلقة عن احتفال اليوم بمئوية لنادي وكيان كبير اسمه كيان درويش مصر ودرويش العرب، وأيضا سنتحدث عن التدريبة الختامية للإسماعيلي قبل مواجهة بيوتشا، وسنتحدث عن تصريح الباشمهندس نصر أبو حسن ومعسكر الإسماعيلي المغلق، وسنتحدث عن الكابتن إيهاب جلال واستعدادات الخاصة للكابتن إيهاب جلال قبل مباراة هي الأهم، مباراة بست نقاط، وأيضا سنتحدث عن طرح تذاكر مباراة القمة و غيابات الاهلي والزمالك في مباراه القمه ومواجهات اليوم والكثير والكثير صديقي في هذه الحلقه. ولكن مش طالب منك كتير، فضلا وليس امرا، اشتراك ولايك وسبسكرايب هم من يدعموا هذه القناه، ولن تكبر هذه القناه الا بدونك، وانت عارف ان احنا عندنا مهمه ان احنا لازم نوصل للحد الذي يليق بنا ويليق بكيان درويش مصر ودرويش العرب ويليق بقناه الكره مع الحريف، لان انا عارف كل اللي عندي على القناه بيفهموا كوره وعارفين ازاي تدار كرة القدم وازاي تكتيكيا وتهديفيا وازاي نلعب وازاي نهدف وازاي نجيب، فانا عارف ان كل اللي عندي على القناة واعيين وعارفين كرة القدم وما يدار في كرة القدم من ايجابيات وسلبيات. ف شير الفيديو عايزين نكتر عشان نعرف الدنيا كلها ان احنا كبار وان احنا كتار، بس ده اللي طالبه منك، اشتراك واللايك والسبسكرايب. طبعا قبل ما نقول صلى على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم، وانا انطلق في حلقه هي الاهم عما يحدث في الكره المصريه والعربيه والعالميه من احصائيات واخبار وتفاصيل هي الاهم. طبعا في يوم يحتفل به النادي الاسماعيلي، وليس النادي الاسماعيلي، جمهور كبير وعاشق لبرازيل الكره المصريه في مئويه للنادي الاسماعيلي، واليوم يحتفل النادي الاسماعيلي احد اعرق الانديه المصريه والافريقيه اليوم السبت 13 ابريل 2024 بمرور 100 عام على تأسيس كيان كبير برازيل الكرة المصرية وبرازيل مصر وبرازيل افريقيا. 100 عام مرت، نتمنى ان بكرة اللعيبة تعلم جيدا ان احنا بكرة كجمهور سنحتفل بهذه المأوية وليس اليوم، لان نتمنى ان نحتفل بفوز على فيوتشر. فيوتشر فريق قوي، فريق عنيد. كابتن ايهاب جلال ومسؤولي الاسماعيلي او الكابتن ايهاب جلال والفريق المعاون له عملوا كونسلتو على هذا اللقاء وشاهدوا اخر 5 لقاءات لفيوتشر عشان يحطوا نقاط القوه والضعف في هذا اللقاء. اليوم التدريب الختامي، التدريب التكتيكي. التدريب هيكون عباره عن 60 دقيقه بجمل تكتيكيه وخططيه استعدادا لهذا اللقاء الذي سينطلق غدا في 7 مساء باستاد الاسماعيليه بحضور جماهيري. اتمنى ان نمتلئ بالاستاد، نمتلئ بمئويه، نحتفل كلنا مع بعض بمئويه تليق باسم كيان درويش مصر ودرويش العرب. فرجاء من جمهور الاسماعيلي اللي ما كانش بيروح يروح ماتش بكره، اللي ما كانش او اللي اتعلم من الاسماعيلي ينظف قلبه شويه، وانا عارف ان مفيش حد بيزعل من الاسماعيلي، يطلع يحتفل مع الاسماعيلي، وان شاء الله اللعيبه تعمل اللي عليها ومسؤول الاسماعيلي والكابتن ايهاب جلال ويطلع باذن الله ويكسب ويحتفل مع الجمهور. نتمنى يكون احتفال يليق باسم مصر وليس اسم الدرويش فقط. فاتمنى ان الجمهور يكون مكتمل في هذا المئويه رجاء يعني. طبعا معسكر مغلق الاسماعيلي من امبارح، اسماعيلي بقاله من اول يوم العيد يعتبر في معسكر مغلق، هو اللعيبه كانت بتروح بعد التدريب، ده كان استثنائي، عشان كده انا طلعت امبارح وقلت لك كابتن ايهاب جلال حذر لعيب الاسماعيلي من تناول المأكولات الزياده، كعك والرنجه واللي 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 واللي. فطبعا معسكر مغلق الاسماعيلي النهارده في المساء او في 7 مساء هيكون في التدريبه الختاميه للاسماعيلي او الرتوش الاخيره على لقاء بيوتشا. ده بالنسبه لي. طبعا كابتن ايهاب جلال بيجهز خالد النبريسي واحمد الشيخ لمواجهه مودرن فيوتشر في الدوري. طبعا كابتن ايهاب جلال
بيفكر ان هو يغير او يبقى في تغيير في خطة لعب الاسماعيلي امام فيوتشر. ده اللي انا شايفه حتى الان. انت لو شايف حاجة تانية اكتب لي في التعليق في الكومنت تحت، او في لو في في عشان احنا برضو يعني ما تفتكرش ان اللعيبه ما بتشوفناش، لا في بعض اللعيبه مشتركين عندنا. كابتن ايهاب جلال مشترك برضو عادي، عشان اللي يقول لك هو مش معانا على السوشيال ميديا، لا هو معانا يا صديقي ما تقلقش، انا عارف انا بقول لك ايه. فلو انت عندك تعليق على تشكيل او وجود لعيب او خروج لعيب من القائمه، ممكن تكتب لي برضو. كلنا بنشوف بعض وكلنا بنتشاور مع بعض، مش عايز منشدات، عشان ايه؟ احنا كلنا بندعم كيان واحد، او كلنا على قلب رجل واحد. فنتمنى ان الدنيا كلها تتظبط واحنا نفرح، لان انا هفرح انت هتفرح كله هيفرح. انا عارف برضو الزملكاويه بيفرحوا للاسماعيلي، واحنا والله بنفرح لهم. ف ده بالنسبه للكابتن ايهاب جلال، وبيفكر ان هو يغير طريقه اللعب امام فيوتشر. لو زي ما انا عارف ان هو هيدعم بالشيخ والنبريسي، كده الشيخ هيبقى مهاجم خفي والنبريسي مهاجم صريح. ده اللي انا شايفه حتى الان. ده بالنسبه للكابتن ايهاب. في تصريح من الباشمهندس نصر ابو الحسن بيقول لك ايهاب جلال سوف يستمر في قياده الدراويش الموسم المقبل. الناس بيقول لك احنا اول ما جبنا الكابتن ايهاب جلال اتكلمنا وظبطنا الدنيا ان الكابتن ايهاب جلال بيعمل مشروع لمده 4 مواسم، عشان نبقى واضحين مع بعض. والكابتن ابو جريش حضر الكلام ده، والكابتن اسماعيل حفني، والكابتن كان صبري المنياوي قاعد، والكابتن عماد سليمان كانوا حاضرين القعده دي، عشان نبقى واضحين مع بعض. تمام، عشان بقول لك كلام انا عارف انا بقول ايه بنسبه 300%. فالناس دي كانت متواجده وقرروا اول ما جه الباشمهندس نصر ابو الحسن ان هما يعملوا مشروع للاسماعيلي لبناء الاسماعيلي او تاسيس الاسماعيلي من جديد بعد اللي حصل مع الكومي لمده 4 مواسم. العمل سيكون مستمر طوال هذه الفتره. فهم اتفقوا مع الكابتن علاء ابو جريشة والكابتن ايهاب جلال ان هما يفضلوا مستمرين او مكملين طوال هذه الفتره عشان يعملوا حاجه صح للاسماعيلي. فبيقول لك ان يعني ايه الكابتن ايهاب جلال مستمر الموسم المقبل، ونحن نقوم حاليا في الاسماعيلي ببناء جيل جديد، بذلك نحاول الحفاظ على القوام الاساسي للفريق بهدف استعاده الاسماعيلي الى وضعه الطبيعي واستعاده الاسماعيلي الى المنصات والتتويج. ده بالنسبه لتصريح الباشمهندس نصر ابو الحسن. طبعا محمد حسن طبعا لغينا عن اللي هو ايه ابن النادي وقلبه على الاسماعيلي، وهو بيحب الاسماعيلي وعاشق للكيان وعاشق لنجيله الملعب اللي بيمشي عليها. من الاخر ده محمد حسن، عارف محمد حسن، لان محمد حسن متواضع جدا جدا فوق ما تتوقع. لو انت ماشي في الشارع وقابلته راكب اي عربية، انا لعلمك قابلت محمد حسن راكب عربيه انت ما ترضاش تركبها، عربيه يعني ماشيه بالعافيه، اقسم بالله متواضع جدا، وقف واتكلم مع الناس وبيسلم على الناس وبيحب الناس عادي جدا، شخص طبيعي جدا وشخص محب للجمهور ومحب وبيمشي بين الناس عادي. طبعا محمد حسن ويعني طبعا على الصفحه بتاعته بيولع الدنيا، بيقول لك ايه؟ انا وجدت نفسي انا هنا وجدت نفسي في الاسماعيلي يعني، ولن ارحل عن هذه القلعه مهما كلفني الامر، وراجعين من تاني. طبعا انا بحب محمد حسن على يعني كشخص، انا بحب محمد حسن عشان عارف ان هو مقاتل، عارف ان هو بيحب الاسماعيلي من حبا في الكيان ليس اكثر. محمد حسن العلم لما جه ساب سيراميكا كليوباترا، ساب سيراميكا كليوباترا من اجل الاسماعيلي، وساب انا عايز مش عايز اقول لك ساب المبلغ قد ايه، او تنازل عن حقه لسيراميكا كليوباترا عشان يجي اسماعيلي. هو احمد محسن قد ايه سابه. فأتمنى إن الكابتن يعني إيهاب جلال يتراجع عن موضوع فكرة رحيل اثنين، محمد حسن و فمحمد حسن لا غنى عن حبه للكيان، وإحنا زي ما أنت بتحب الكيان إحنا بنحبك وبنحب الكيان.
فأنا أتمنى بكرة تكون مئوية تليق باسم كيان درويش مصر ودرويش العرب. سريعا كده نخرج من البر الإسماعيلي، ولكن لا تتركني يا صديقي، لأني لازم تعرف ما يحدث في قمة الأهلي والزمالك. طبعا تحية للجمهورين. طبعا سيكون متواجد أو طرحت أمس تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في مباراة القمة التي ستكون يوم الاثنين القادم في 7 مساء على استاد القاهرة. طبعا تركي آل الشيخ حزين مما حدث، لأنه كان يتمنى أن تكون القمة في السعودية، ولكن مش هينفع بقى، أنت كل حاجة عايزها عندك. ريحنا شوية، من حق الزمالك يلعب في وسط جمهوره هنا. يعني مش عارف، أنا لما بتلعبوا هناك بحس إن جمهور الكرة المصرية كله لابس أحمر وبيشجع، زي ما تكون بتدي للناس فلوس عشان تشجع. ده بالنسبة ليه. طبعا 20,000 مشجع سيكونوا متواجدين في استاد القاهرة مباراة القمة، 10 من الزمالك و10 من الأهلي. طبعا الكابتن أحمد شوبير طلع امبارح بيقول لك يتمنى المسؤولين الأهلي يعني يشوفوا الموضوع. أقول لك بقى كابتن أحمد شوبير، عشان أنت بس أنت مش حاضر ما يحدث في الكرة المصرية. صح، أنا أقول لك بقى في مشكلة بعد طرح التذاكر، ان زادت سعر التذكره من 75 ل 100 جنيه. ففي شباب صغير او شباب اللي هو اللي تحت السن مش قادر انه هو يجيب تذكره ب 100 جنيه. فدي اللي عامله ازمه بالنسبه للجمهور الفريقين، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك وجمهور الكره المصريه. عندما تزيد من سعر التذكره فال 25 هيفرقوا مع طفل صغير، بس هو 16 سنة 17 سنة طفل برضه، مش كبير في السن يعني، معلش بياخد مصروفه. طالما بياخد مصروفه من والده او من والدته، ده يعني تحت السن يعني، هو لسه صغير. فهيروح يقول للوالده هات 100 جنيه عشان تذكرة، يقول له بلا تذكرة بلا ماتش، اتفرج عليه في التلفزيون. فهو ده اللي عامل أزمة في تذاكر القمة. ده بالنسبة لمباراة القمة. وبعد مرور 10 أعوام إبراهيم نور الدين يقترب من القمة، قمة الأهلي والزمالك. ابراهيم نور الدين يعني كتحكيم متواضع، كتحكيم سيء تحكيميا، وبصراحه انا مش شايف حد يليق بمباراه قمه. كان من الافضل ان نادي الزمالك يجيب حكم اجنبي، او بجمله المصاريف ويجيب حكم اجنبي يدير هذا اللقاء، لقاء كبير. او اتحاد الكره كان من المفروض مباراه زي دي يجيب حكام اجانب، عشان الاهلاويه ما يتكلموش والزملكاويه او الزملكاويه ما يتكلموش والاهلاويه ما يتكلموش. احنا عايزين مباراه تليق باسم الفريقين، نتمنى ان المباراه تليق باسم الفريقين. الزمالك عمل مباراه امام الاتحاد اكثر من رائعه. الاهلي في تراجع نسبي في ادائه كان امام زد. تعال بقى عشان اقول لك غيابات الاهلي والزمالك في القمه. سيغيب عن الزمالك 6 لعيبه امام الاهلي في القمه، وهم محمد عبد الشافي والوينش بسبب الصليبي، ومحمد صبحي ومحمود علاء بسبب الاصابه، ويوسف وما ايضا، ومحمد اشرف روح. دول غيابات الزمالك امام الاهلي في القمه. وغيابات الاهلي في القمه، 7 لعيبه من الاهلي سيغيبوا في قمه الزمالك القادمه، وهم محمد الشناوي وحسين الشحات واليو ديانج ومروان عطيه وامام عاشور وياسر ابراهيم. وبالنسبه لعلي معلول لم يحدد موقفه حتى هذه اللحظه. بالنسبه لعلي معلول، متواجد او غير متواجد، لم تحدد حتى هذه اللحظه هل سيكون متواجد علي معلول ام لا. ده بالنسبه لغيابات الاهلي والزمالك في قمه تليق بالكره المصريه. طبعا مباريات اليوم سريعا كده عشان ما نطولش، مباريات اليوم في البريمير ليج وعوده الاسبوع 33 في البريمير ليج، وسنتحدث هم 6 مواجهات، ولكن انا اقول لك على اهم 3 مواجهات اليوم في البريمير ليج. البدايه من مباراه نيوكاسل وتوتنهام، وسيلتقي مانشستر سيتي مع لوتاتون، وبورمونث مع مانشستر يونايتد. مباريات هامه، والبريمير ليج انت عارف كل اسبوع بيتلعب. اتمنى من كل اللي وصل معايا لاخر الحلقه، شابو لكل اللي وصل معايا لاخر الحلقه، وتحيه لكل عاشقي ومحب الكره المصريه، وتحيه لكل اللي وصل معايا لاخر الحلقه. واتمنى جمهور الاسماعيلي يكون مالي الاستاد في مباراه غدا، واتمنى
ان مباراة القمة تليق باسم الكرة المصرية، واتمنى ان الكل وصل معايا لاخر الحلقة. لا ينسى ان احنا عندنا مهمة بالاشتراك واللايك، اشتراك واللايك والسبسكرايب عشان نكبر وعشان نعرف جمهور الكرة المصرية ونعرف الجمهور في حول العالم كم هو قيمة وجمهور درويش مصر ودرويش عرب وجمهور الزمالك ومحبي وعشقي الكرة مع الحريف. أتمنى لكل يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.